السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم مس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله يا ولاد مكملين معاكم حل وشرح منهج الفصل الدراسي الثاني كونكت 5 من كتاب المعاصر 2023 الفصل الدراسي الثاني. والنهاردة بفضل الله نبدأ مع بعضينا يونت 2 الوحدة العاشرة، عنوانها ليتس فيزيت ايجيبت، يعني هيا نزور مصر. والنهاردة إن شاء الله يا ولاد هنحل ونشرح معانا أول درسين من الوحدة. يبقى يونت 2 عنوانها ليتس فيزيت ايجيبت، هيا نزور مصر. يا ريت نعمل لايك ونشير في القناة عشان يصلنا ان شاء الله كل جديد. عندنا النهاردة ان شاء الله ليسون 1 الدرس الاولاني. يبقى النهاردة احنا معانا الصف الخامس، خمسة معاصر. النهاردة يونت 10 الوحدة العاشرة، معانا ليسون 1 اند 2 الدرس الاول والدرس الثاني من المعاصر يا اولاد من الوحدة العاشرة. بيقول لي ايه بقى ليسون 1؟ وي لاف الكسندريا، نحن نحب الكسندريا. بي نمبر 155 صفحة 155. يبقى احنا عندنا الدرس الأول من الوحدة العاشرة صفحة 155، وي لاف الكسندريا، نحن نحب اسكندرية. عندنا المين فوكاب زي ما اتعودنا عند نعناع، منت منت منت. مأكولات محلية أو شعبية، لوكال ها كويزين كويزين. عند الاس اللي بيجيب حرف الزد، لأن الاس يا ولاد لما بتيجي بين حرفين متحركين بنطقها زد. طب ايه الحروف المتحركة يا مس؟ خمس حروف بنعملهم على شكل وش، الاو والاي 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 سوري والاي واليو. يبقى الاو والاي 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 واليو اسمها حروف ايه يا ولاد؟ متحركة. اول ما الاس بتيجي بين واحد بين اتنين منهم بننطقها الزد. يبقى نعناع منت، مأكولات محلية او شعبية، لوكال كويزين لوكال كويزين. يبقى لوكال كويزين، لوكال يعني محلي وكويزين يعني ايه؟ مأكولات. عندي قصر اللي هي الآثار، مينيومنت مينيومنت، أثر مينيومنت مينيومنت. في الأصل اوريجينالي اوريجينالي اوريجينالي، والجينا بنطقها ايه؟ بنطقها ج اوريجينالي. أجازة فاكيشن، والتي اي او ان بتجيب ايه يا ولاد؟ بتجيب شن، فاكيشن فاكيشن. سائح تورست تورست تورست. يبقى نعناع منت منت، مأكولات محلية يعني لوكال كويزين لوكال كويزين لوكال كويزين. أثر مينيومنت مينيومنت، فيها الأصل أوريجينالي أوريجينالي أوريجينالي. أجازة فاكيشن فاكيشن. سائح تورست تورست. نشوف أماكن بليسز. عندنا أماكن يا أولاد بليسز. بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي مطعم ريستورانت مطعم ريستورانت مطعم ريستورانت. متجر ستور ستور ستور. سوق ماركت ماركت ماركت. متحف ميوزيوم، برضه لسه اجيب حرف الزر عشان بين حرفين متحركين يا ولاد. ميوزيوم متحف ميوزيوم. شاطئ بيتش، السي اتش بتجيب ايه يا ولاد؟ بتجيب تشا. بيتش بيتش. بنك بنك بنك. مصنع فاكتوري فاكتوري فاكتوري. مكتبه لايبراري لايبراري لايبراري. حديقه على السطح، روف جاردن روف جاردن روف جاردن. فندق هوتيل هوتيل هوتيل. سوبر ماركت سوبر ماركت سوبر ماركت. مدينه صغيره، تاون تاون تاون. مركز تسوق، شوبينج مول شوبينج مول شوبينج مول. محطة ستيشن ستيشن ستيشن. عندنا ميدان يعني سكوير سكوير، وتساوي كلمة مربع برضو يا ولاد، مربع يعني سكوير وميدان يعني سكوير. تمام. يبقى عندنا روف جاردن روف جاردن، هوتيل، سوبر ماركت، تاون، شوبينج مول، ستيشن، سكوير، ريستورانت، ستور، ماركت، ميوزيوم، بيتش، بانك، فاكتوري، لايبراري. الاكسترا فوكاب بقى الكلمات الاضافيه يا ولاد. عندنا حلو المذاق، يعني حاجه طعمها حلو، او محلي يعني سويت سويت سويت. التسوق، شوبينج شوبينج شوبينج. جميل، لافلي لافلي لافلي. خليط، ميكس ميكس ميكس. حديث، مودرن مودرن مودرن. مريح، ريلاكسينج ريلاكسينج ريلاكسينج. دولة ألمانية، جيرماني جيرماني
جيرماني دولة ألمانيا، دولة ألمانيا تبدأ بلجيكا كابيتال طبعا. جيرماني عندنا الدول والجنسيات يا ولاد، بنبدأها بكابيتال لتر. جيرماني ألمانيا جيرماني. تقليدي تراديشنال، عندي التي اي او ان بتجيب ايه، بتجيب شان تراديشنال. يبقى سويت سويت، شوبينج شوبينج، لافلي لافلي، ميكس ميكس، مودرن مودرن، ريلاكسينج ريلاكسينج. جيرماني جيرماني، تراديشنال تراديشنال. مقادير انجريدينتس انجريدينتس انجريدينتس، ودود فريندلي فريندلي فريندلي. تعداد السكان population population، تي اي او ان بتجيبشن population population. ثقافة كالتشر، يو ار اي برضه بتجيبشر كالتشر كالتشر. تقاليد traditions traditions، تي اي او ان بتجيبشن traditions. برشلونة ومدينة في اسبانيا يعني ايه؟ ها برشلونة حرف السين، برشلونة برشلونة. انجلترا انجلاند انجلاند. يبقى ingredients friendly friendly، population population، culture culture، traditions traditions، Barcelona England England. 156 تصريف الافعال conjugation of verbs. بيقول لي ايه بقى يا ولاد؟ بيقول لي عندنا افعال regular منتظمه، اللي هي بنجيب منها الماضي باضافه دي او اي دي او اي اي دي. امتى بتضيف الدي؟ لو الفعل بتاعي اخره ايه. امتى بنضيف الاي دي؟ لو هو اصلا ما فيهوش ايه. امتى بنضيف الاي اي دي؟ قال لي لازم يكون يا مس الفعل اخره واي، وكمان شرط تاني يكون قبليه ساكن علشان اعرف احذف الواي من وراه واحط مكانها اي اي اس. تمام، تعال بقى نشوف. يزور فيزيت، تنتهي بالاي، لا هنضيف لها اي دي في الماضي. فيزيتد فيزيت فيزيتد فيزيت فيزيتد. يذكر ريمايند، هنضيف لها برضه اي دي ريمايندد ريمايند ريمايندد ريمايند ريمايندد. يمتلك اون اون، الماضي منها اوند اوند اوند. يقدم طعام سيرف، تنتهي بالاي تبقى سيرفد، هنضيف لها دي فقط. سيرف سيرفد سيرف سيرفد. ينتقل يعني موف، تنتهي بالاي تبقى موفد موف موفد موف موفد. يدردش يعني شات شتت. قال لك ساكن متحرك ساكن، بنضعف الساكن الاخير مرتين تبقى نضعف التي. شات شتت شات شتت. يبقى فيزيت فيزيتد ريمايند ريمايندد اون اوند سيرف سيرفد موف موفد شات شتت. افعال غير منتظمه ليس لها اي قاعده ثابته، تحفظ كما هي. يعتقد ثينك، الماضي منها ثوت والجي اتش سايلنت. يجد سبند، والماضي منها سبند سبند سبند. يجد فايند، والماضي منها فاوند فايند فاوند. يبقى ثينك ثوت سبند سبند فايند فاوند. تعبيرات هامة، يقضي وقت طويل يعني سبند ايجز سبند ايجز. يدردش مع شات تو، بالقرب من البحر نير ذا سي نير ذا سي. يذكرني ب ريمايند مي تو ريمايند مي تو. يستعير كتب بورو بوكس بورو بوكس. في المحطة at the station at the station. يأخذ شخص في جولة show not around. يفضل أن prefer to، في عطلة on vacation. يتجول walk around walk around. خليط من mix of. يستقل القطار take the train take the train. يتحول إلى ملابس turn into clothes. يكتشف فايند اوت. المين بوينت بقى النقاط الرئيسيه اللي عندي بتاعت الدرس، زي ما اتعودنا بيجيبها لي قبل الدرس. بيقول لك ولد اسمه جينز، جينز از فيزيتنج الكسندريا فروم جيرماني. يزور جينز مدينه الاسكندريه، وهو من ايه؟ من المانيا، جاي من المانيا بيزور اسكندريه. يا اولاد مين ده جينز؟ طيب جينز لاف سيتنج ان ذا روف جاردن اوف ذا هوتيل. يحب جينز الجلوس في حديقه سطح الفندق، في حديقه على سطح بيحب يقعد فيها. حنان owns a restaurant in Alexandria. حنان عندها تمتلك مطعم في اسكندرية. The restaurant serves traditional Egyptian food. الفندق ده بيقدم يا ولاد طعام تقليدي مصري. The restaurant serves traditional Egyptian food. بعد كده كيرا and Lena love shopping in Alexandria.
كيرة ولينا بيحبوا التسوق في اسكندرية. كريم اس اوريجينالي، اوريجينالي يعني ايه؟ في الاصل. فروم كايرو من القاهرة، يبقى كريم اس اوريجينالي فروم كايرو. باولو لايكس الكساندريا because it reminds him of home، لانها بتذكره بايه ولاد بموطنه. تمام. 157، تعالى نختار. I like to drink tea with، بحب اشرب شاي بايه يا ولاد؟ بالستون بالحجر، روك بالصخرة، منت بالنعناع، ولا سولت بالملح؟ بحب اشرب شاي بالنعناع، يبقى tea with mint. We had lunch، تناولنا الغداء. At an Italian yesterday، تناولنا الغداء في ايه ايطالي بالامس؟ ايه ولا ايطالي ده؟ ميوزيوم، متحف ايطالي، ستور، متجر ايطالي، ماركت، سوق ايطالي، ولا مطعم ايطالي يا ولاد؟ طبعا ايه، ايطاليان، ريستورانت. I usually go to، انا اذهب الى، عاده اذهب الى، to read my favorite books، اقرا كتب المفضله. بروح على الهوسبيتال، ولا بروح اللايبراري المكتبه، ولا بروح المستشفى، ولا المكتبه لايبراري، ولا بانك، بروح البنك، ولا ماركت، اروح فين عشان اقرا كتب يا ولاد؟ هروح اللايبراري يا ميس. ايوه يا ولاد هروح المكتبه لايبراري. بيقول لك look and read، انظر واقرا. Why we love Alexandria، احنا ليه بنحب اسكندريه؟ يلا بينا نشوف. Alexandria is a really exciting place، انها مكان مثير حقا. To visit، مكان مثير حقا للزياره. Alexandria is a really exciting place to visit. There is a lot to see and to do here، في حاجات هنا ممكن ايه كتير خالص ممكن تشوفها او ايه تقوم بها. It's a big city، انها مدينة كبيرة. With lots of amazing restaurants، مدينة كبيرة بها ايه الكثير من المطاعم، وايه كمان stores متاجر، markets اسواق، and museums ومتاحف. There is even a beach، كمان عندنا شاطئ، حتى الشاطئ عندنا في اسكندرية. I او ايه بقى، we asked some people، سألنا بعض الناس. Who live there، اللي عايشين هناك. And tourists what they think، ايه رأيهم؟ سألنا الناس اللي عايشة هناك وبعض السياح عن رأيهم في اسكندرية. أول حاجة عندي ولد يا ولاد اسمه جينز، بيقول لي I am visiting Alexandria from Germany، أنا من ألمانيا وجاي أزور اسكندرية. I think it's really cool here، أعتقد أن المكان رائع حقا هنا. I think there are some good museums، أعتقد أنه يوجد بعض المطاعم الإيه الجيدة. But I haven't been to any yet، في بعض الإيه المتاحف العظيمة والجيدة، لكن لم أزور أي منها حتى الآن. I love just sitting in the roof garden، أنا بحب أقعد على إيه، على الحديقة اللي في الروف، بحب أقعد في الحديقة اللي في الروف على سطح الفندق of my hotel. Drinking sweet Egyptian mint tea، واشرب الشاي بالنعناع المصري الجميل. And chatting to other people، واتحدث مع الاخرين، بعمل شات اللي هي الدردشة. It's very relaxing، هذا مريح للغاية، بيحب يقعد على السطح في الحديقة ويعمل شاتنج مع الاخرين ويشرب شاي بالنعناع، طبعا دي حاجة ايه مريحة. ده مين؟ جينز. تعال نشوف مين تاني. صفحة 158، تاني حاجة عندنا حنان. حنان بتقول I have lived in Alexandria all my life، أنا عايشة في اسكندرية طول حياتي. I own a restaurant، أنا عندي مطعم خاص بيا here هنا. So I have to say that، علشان كده لازم أقول لكم you must visit my restaurant، لازم تيجوا تزوروا المطعم بتاعي. To try some of the local cuisines، علشان تدوقوا الأكلات الشعبية اللي عندنا في المطعم. Local cuisines، cuisine. بعد كده وي سيرفيس، احنا بنقدم تراديشنال ايجيبشن فود، الطعام المصري التقليدي بنقدمه عندنا في المطعم. يوزنج لافلي فريش لوكال انجريدينتس، مستخدمين في ذلك ايه، باستخدام مكونات محليه طازجه جميله. وي هاف اكسلنت سوبر ماركت، عندنا كمان محلات السوبر ماركت الممتازه. بات اي بريفير تو باي ماي انجريدينتس، بحب اشتري المكونات الخاصه بيا ات ذا ماركت، من السوق. In the old town، في المدينة القديمة، في البلدة القديمة. دي حنان. عندنا بعد كده تالت مين؟ تالت حد عندنا كيرا، ألين، كيرا ولين. We are from a small town in England، احنا من انجلترا، من ايه؟ مدينة صغيرة في انجلترا. The stores، المتاجر، aren't very good there، المتاجر عندنا مش كويسة، مش حلوة عندنا في انجلترا. That is what we love
most about Alexandria. تمام، هذا اكثر ما نحبه في اسكندريه، اكتر بقى حاجه بنحبها دلوقتي في اسكندريه هي المتاجر بتاعت اسكندريه. The shopping malls، مراكز التسوق. We spend ages walking around them، بنقضي معظم الوقت بتاعنا بنتجول في مراكز التسوق في الشوبينج مول. We like the people، بنحب الناس. They are so friendly، لأنهم ايه ودودين جدا. رابع حاجة عندنا كريم. كريم ايجيبشن مصري، I am Egyptian originally from Cairo، وفي الأصل أصلا من القاهرة، بس أنا دلوقتي ايه عايش يعني في اسكندرية. I moved to Alexandria last year، اتنقلت الاسكندرية العام الماضي. and I love it here، وبحب هنا كتير. I work in a bank، بشتغل في بنك. my favorite place، المكان المفضل is the beach، هو الشاطئ. there isn't one in Cairo، ما عندنا شاطئ في القاهرة. it can get very hot here in summer، جوف في الصيف هنا بيكون حر جدا. so لذلك it's great، من العظيم to go there and swim، انك ايه تذهب الى الشاطئ ايه والسباحة. خامس حاجة عندنا باولو. باولو بيقول لك I am on vacation، انا في اجازة here from Barcelona، جاي من ايه من برشلونة في اجازة هنا. I like Alexandria، بحب اسكندرية. because it reminds me of home، لانها تذكرني بالوطن. a big modern city، هي مدينة كبيرة حديثة. near the sea، بالقرب من البحر. I love the mix of modern and old buildings also، انا بحب هنا ليه المزج او الخلط بين انها مدينة حديثة وبها ايه مباني قديمة، بحب الميكس ده. also ايضا I like to find out، بحب اكتشف about the culture and conditions، بحب دايما اتعرف على الثقافة وايه ولاد والتقاليد. the library is amazing، مكتبة اسكندرية ايه رائعة ملهاش حل. تمام. صفحة 159 يا ولاد، عندنا General Exercises or Lesson 1، تدريبات الدرس الأولاني. وأول سؤال معايا Listen and write true or false، هنسمع ونشوف الجمل دي صح ولا غلط، بس هنسمع النص الأول. Listen to me carefully، اسمعوني كويس. I'm عمر، أنا اسمي عمر. I'm Egyptian، أنا مصري. I'm from Cairo، من القاهرة. أنا منين؟ من القاهرة. I moved to Alexandria last year، انتقلت إلى اسكندرية العام الماضي. I work in a bank، أنا أعمل في البنك. My favorite place is the beach، مكان المفضل هو الشاطئ. There isn't one in Cairo، ما عندنا شاطئ في القاهرة. It can get very hot here in summer، الجو هنا بيكون حر جدا في الصيف. So لذلك it's great to go to the beach، من الجيد أن تذهب إلى الشاطئ. and swim there، وتسبح هناك. ده النص يا ولاد بتاعنا، ويلا بينا نشوف الأسئلة. نمبر 1، عمر از فروم كايرو. هو من القاهرة، من القاهرة اصلا. عمر موف تو الكسندريا لاست مانث، راح الشهر الماضي اسكندرية، انتقل هناك لا العام الماضي. يبقى دي ايه يا ولاد؟ اسفة جدا يا ولاد، دي ترو، انا حطاها في المكان الصح، هنعدلها بس ثواني. يبقى دي بي، انتقل ايه لاست مانث، لا لاست يير العام الماضي، يبقى دي فولس. عمر works in a hospital، يعمل في المستشفى، لا يعمل في بنك، يبقى دي فولس كمان. It's great to go to the beach and swim there، من الجيد أن تذهب إلى الشاطئ وتعوم هناك، صح تعوم هناك لأن الجو حر. السؤال التاني يا ولاد، read and match، اقرأ ووصل A with B. أول سؤال معايا why do you، why لماذا، يبقى لما ده دور على حاجة بالاستفهام، عندي استفهام اهي. why do you love Alexandria، ليه بتحب اسكندرية، يبقى دي A1. I moved to، أنا انتقلت إلى إيه؟ كايرو last week، القاهرة الأسبوع الماضي. She buys fruits، هي بتشتري الفواكه. at the market، من السوق. I prefer to، أنا بفضل أن، I prefer to إيه؟ go to the beach، بفضل أذهب إلى الشاطئ. يجي بعدها فعل في المصدر، تمام، كنت بدور على فعل بس. 5 ذا ريستورانت، المطعم. سيرفيس، بيقدم ايه يا ولاد؟ تراديشنال ايجيبشن فود، طعام مصري ايه تقليدي، يبقى دي 5، يبقى دي الزياده يا ولاد.
اللي هو ايه الدردشة مع الآخرين أو معه. read the text and answer the questions. تعالى نقرا النص ونجاوب على الأسئلة. Alexandria is a really exciting place. هي مكان مثير للدهشة to visit لكي تزوره. There is a lot to see. في حاجات كتير ممكن ايه تشوفها and do وتقوم بها here هنا. It's a big city. إنها مدينة كبيرة. With lots of amazing restaurants. بها مطاعم ايه شيقة جدا. Stores متاجر. Markets أسواق. And museums ومتاحف. There is even a beach. وكمان عندنا شاطئ. My friend is visiting Alexandria. صديقي بيزور اسكندرية. From Germany من ألمانيا. He thinks it's really cool here. يعتقد ان الطقس هنا ايه جميل. He thinks that are some good museums. There are some museums. في متاحف جميلة جدا. He loves just sitting. بيحب ايه الجلوس in the roof garden. في حديقة السطح of his hotel. الحديقة الموجودة على سطح الفندق. Drinking sweet Egyptian mint tea. بيشرب شاي بالنعناع المصري. And chatting to other people. ايه ويكون بدردشة مع الآخرين. It's very relaxing. إنه ايه مريح جدا. المكان هنا مريح جدا. اختيارات نمبر 1. My friend صديقي likes drinking mint tea and the بيحب يشرب شاي بالنعناع فين؟ garden museum ولا روف ولا بارك ولا ماركت؟ طبعا بيحب يشرب في الروف جاردن اللي هي حديقة السطح. The underlined word exciting. Exciting تحتها خط دي means معناها ايه؟ ugly قبيح bad سيء wonderful رائع ولا boring ممل؟ ممل ودي قبيح عشان بس بعرفين معاني الكلمات. طبعا ناخد wonderful يعني ايه رائع. صفحة 160. summarize يعني لخص. هنلخص ايه بقى ال first paragraph in one sentence. هنقول بيتكلم عن اسكندرية. طبعا هنقول ايه Alexandria is really exciting يعني ايه مثيرة حقا. طيب give one reason it is السبب why the writers اللي هي الكاتب اللي بيتكلم ده ها writer is friend صديق الكاتب like to visit Alexandria بيحب يزور اسكندرية. هنقول هو كان بيحبها. اخر حاجة قالها because it is very relaxing لانها ايه مريحة جدا relaxing. Reorder the words to make correct sentence. تعالى بقى نرتب. هنقول فيوم is the oldest town in Egypt. الفيوم هي أقدم مدينة في مصر. My friend is from Barcelona. صديقي من برشلونة. There is a big station في محطة كبيرة فين؟ In my town في مدينتي. بعد كده بيقول لي what is your favorite place. ما هو مكانك المفضل؟ البانك تويت عند الاي. طبعا اول كلام I want to borrow some books. اريد استعارض بعض الكتب. نقطة. بعد كده اللي هو W معمولة is from Alexandria. من يكون من اسكندرية عند الايه طبعا عشان ايه الدول دي مدينة. طب وده سؤال هنحط في الاخر ايه question mark. بيقول لك اتكلم عن فيزيت تو الكساندريا مجاب عنه في نهاية الكتاب وبرضه مجاب عنه في نهاية الوحدة نفسها. في نهاية الوحدة هقول لكم دلوقتي صفحة كام. صفحة 191 برضه مجاب عنه في نهاية الكتاب. معلش مش بحل واختصار لوقت الفيديو. هتلاقي جمل سهلة كده وبسيطة عن اسكندرية. تمام. او ممكن اكتب انا عند القطعة بتاعة الدرس دي والكاتب بيتكلم عن اسكندرية اكتب نفس الجمل بتاعته. اكتب نفس الجمل بتاعته هي دي ايه اكنك بتتكلم عن زيارتك لاسكندريه. تمام. الصفحه اللي بعديها الدرس التاني بقى يا اولاد. تمام. listen to بيقول لي ايه بقى listen to let's find out. هيا نكتشف. صفحه 161 المين فوكاب. عندي دليل evidence. دليل evidence. دليل evidence رسومات او لوحات paintings. paintings خدناها الترم الاولاني. مقبرة توم. البي صارت اي بي خفيفة بعدين من غير منطقة يا ولاد. توم لكن البي تقيلة بنطقها عادي جدا. توم مقبرة توم.
فرعون فيرو، البيتش بتجيب فيها والاتش ده سايلنت، فيرو. يبقى ايفيدنس دليل، ايفيدنس ايفيدنس رسومات او لوحات، بينتينجز مقبره، توم توم فرعون فيرو، اثار مينيومنتس مينيومنتس، دي واخده في الدرس الاول كلمه اثر يعني مينيومنت مينيومنتس. اللغه الهيروغليفيه خدناها الترم الاولاني، هيروغليفس 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 هيروغليفكس هيروغليفكس هيروغليفكس. تمام، قطع اثريه او مصنوعات يدويه، ها ارتفاكتس ارتفاكتس ارتفاكتس، حقيقي او صحيح، ترو ترو. يبقى مينيومنتس مينيومنتس هيروغليفكس هيروغليفكس ارتفاكتس ارتفاكتس ترو ترو. الاكسترا فوكاب، عندي حقائق فاكتس 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 بوضوح، كليرلي كليرلي كليرلي. بنية او هيكل ستراكتشر، اليو ار اي بتجيب شر، ستراكتشر ستراكتشر. مشهد سين سين سين، يبقى فاكتس فاكتس، كليرلي كليرلي، ستراكتشر ستراكتشر، سين سين، سامبلز سامبلز، ستاتشيو ستاتشيو، بيبيرس بيبيرس، بيكتشرز بيكتشرز بيكتشرز. يبقى سيمبلز يعني رموز، سيمبلز ستاتشيو دي بتجيب ايه، اتش ستاتشيو. ورق البارد دي بيبيرس بيبيرس، صورة بيكتشرز بيكتشرز، صور بيكتشرز. طيب عندنا حاملات المياه او الاواني، ووتر كاريرز ووتر كاريرز ووتر كاريرز. علامات ساينز ودي سايلنت ساينز، مباني بيلدينجز بيلدينجز، جدران وولز وولز او حوائط، حياة يومية ديلي لايف ديلي لايف ديلي لايف، معلومات انفورميشن انفورميشن انفورميشن، مناسبة اوكيجن، الاس اي او ان بتجيب جن، اوكيجن اوكيجن، حدث ايفنت ايفنت ايفنت. يبقى فاكتس كليرلي استراكتشر، سين سين، سيمبلز سيمبلز، ستاتشيو ستاتشيو، بيبيروس بيبيروس، بيكتشرز بيكتشرز، حاملات المياه water carriers water carriers، علامات signs signs، مباني buildings buildings، جدران walls walls، الحياة اليومية daily life daily life، معلومات information information، مناسبة occasion occasion، حدث event event. conjugation of verbs تصرفات الأفعال، أفعال منتظمة زي إيه، يوجد exist exist existed، هنضيف لها ايه دي لا لا تنتبه لـ existed exist existed. يدفن بري، هنحذف الواي ونحط مكانها اي اي دي تبقى بيرد، لا لا قبلها حرف ساكن، بري بيرد بيري بيرد. يحتفل celebrate تبقى celebrated celebrate celebrated يا ولاد، تمام هنضيف لها دي فقط celebrate celebrated. يموت die، الماضي منها ايه died die died، يبقى exist existed بيري بيرد، celebrate celebrated die died. عندنا أفعال غير منتظمة، يظهر أو يبين، شو الماضي منها شود شو شود. يتعلم learn، الماضي منها learned learn learned. يبني build، الماضي منها built build built build built. يعلم أو يدرس teach، الماضي منها taught teach taught teach taught. يبقى شو شود learn learned build built teach taught. الصفحة اللي بعديها 162، تعبيرات تخبر نقط عن تل نقط about، يتعلم عن learn about. عندي بقى ايه تعبيرات الكلمة ومعناها، monument يعني أثر، evidence يعني دليل، hieroglyphics الهيروغليفية، tomb يعني مقبرة، artifact اللي هي ايه أعمال يدوية، بعد كده بينتكس يعني رسومات. من يومين الأصل قال لك a building or a statue، مبنى أو تمثال، a building or a statue. evidence الدليل، قال لك facts حقائق، that show something is true، حقائق التي تظهر أن شيء ما صحيح، يعني إيه دليل عن الحاجة دي صحيحية صحيح أو حقيقية، تمام دليل الحاجة دي حقيقية أو صحيحة يا أولاد. hieroglyphics قال لك a kind of writing، نوع من أنواع الكتابة، using picture
بيكتشرز بيستخدموا في الرسومات and symbols، الكتابة الهيروغليفية ولات على الحوائط والجدران، كانوا بيستخدموا فيها ايه الصور والرموز. طب المقبرة قال لك people were buried here when they died، مكان بيدفنوا فيه الناس لما بيموتوا. artifact قال لك objects like vases and pots which are or were made in the past، أشياء مثل الزهريات والأواني التي صنعت في الماضي. painting اللي هي a picture يعني صورة. تعال بقى how do we know، كيف عرفنا so much المزيد من المعلومات about life in ancient Egypt عن الحياة في مصر القديمة. ايه اللي خلانا يا أولاد نعرف كل المعلومات اللي عندنا دي عن الحياة زمان في مصر القديمة؟ تعال نشوف عرفنا ازاي. there is lots of evidence، في كثير من الأدلة تمام that tells us about life in ancient Egypt، هناك الكثير من الأدلة تخبرنا عن الحياة في مصر القديمة، عندنا دلائل يا أولاد. evidence الدليل، هو is facts هو حقائق or signs أو إيه أو علامات that show بتوضح لنا clearly بوضوح that something exists or is true، بتوضح لنا أو بتثبت بوضوح وجود شيء أو صحته، إن فعلا الحاجة دي كانت موجودة أو صحيحة. أول حاجة قال لك we can learn about buildings from ancient monuments، ممكن نتعرف على المباني من الآثار القديمة. بنعرف المباني منين يا ولاد؟ من الآثار القديمة اللي موجودة دلوقتي اللي احنا بنشوفها في آثار تمام. there are structures that were built to celebrate important people، بيقول لك الآثار هي مباني تم بناؤها للاحتفال بالأشخاص المهمين اللي هم الملوك والطبقة الحاكمة تمام، كانوا بيبنوا لهم المباني دي خاصة بيهم علشان ايه يحتفلوا بيهم لأنهم ايه مهمين. تاني حاجة صفحة 163 artifacts المصنوعات اليدوية، قال لك are things هي أشياء from daily life من الحياة اليومية like vases زي الفازات أو الزهريات and water carriers وحاملات المياه اللي هي ايه الأواني اللي بيحطوا فيها المياه that tell us how people lived اللي بتعرفنا ازاي الناس كانت عايشة زمان. يبقى هي مصنوعات يدوية هي أشياء من الحياة اليومية زي الزهريات وحاملات المياه اللي بتخبرنا كيف عاش الناس قديما. paintings الرسومات قال لك are on walls هتلاقيها على الحيطان على الحوائط or on papyrus أو على نبات البارتي they show scenes of daily life بيورولنا ايه بيورولنا مشاهد من الحياة اليومية such as زي ايه يا ولاد farmers المزارعون working in the fields يعملون في الحقول or special occasions أو الايه المناسبات الخاصة such as feasts زي الأعياد أو الاحتفالات and special events والايه الأحداث الخاصة. ماشي نشوف رابع حاجة بيقول الهيروغليفكس اللي هي الهيروغليفية are ancient Egyptian writing هي كتابة ايه مصرية قديمة symbols and pictures عبارة عن ايه ولاد عبارة عن الرموز وصور يا ولاد، يبقى الهيروغليفية رموز وصور الكتابة المصرية القديمة. بيقول لك from hieroglyphics we can get evidence about life in ancient Egypt، قال لك من خلال الهيروغليفية يمكننا الحصول على أدلة عن حياة المصرية القديمة. كل حاجة بيوضحها لك عندك أي على الرسومات والرموز بتاعت اللي هي الهيروغليفية. five pharaohs الفراعنة are other important people كانوا ناس مهمين جدا were buried دفنوا in beautiful tombs في مقابر جميلة جدا. قال لك this also had other things people thought they might need and information about their life، نقولها تم دفن الفراعنة وغيرهم من الشخصيات المهمة في مقابر جميلة جدا. المقابر كان بيبقى فيها ايه يا ولاد؟ كان في المقابر اشياء اخرى اعتقد الناس انهم قد يحتاجونها ومعلومات عن حياتهم، اللي هي المقبرة الفرعونية اللي بيبحثوا عنها كده علماء الآثار ويلاقوا لها كل حاجة خاصة بالايه الملك او الملكة موجودة معاهم داخل المقبرة تمام. 164 بقى وتدريبات الدرس التاني General Exercises و Listen to صفحة 164 بيقول لك Listen and write true or false، تعال نسمع بقى ونشوف true ولا false صح ولا غلط. نشوف نص نسمع نص الاستماع يا ولاد. Egyptians المصريون used to build their homes كانوا بيبنوا منازلهم عن تمس والمقابر تمس ها with brick بالطوب the brick الطوب was made with mud كان مصنوع من الطين and then dried
ان ذا صن، وبعد كده ايه بيجف في الشمس، بينشفوه في الشمس يعني يصبح كده ايه الطوب الطين، يعملوه قوالب يخلوه ينشف في الطوب في الشمس سوري. داي دراي ان ذا صن ذيس هومز، هذه المنازل وير بيلت ان ديفرنت شيبس، كانوا بيبنوها ايه بطرق او اشكال مختلفه مش كلها زي بعضيها. زير هومز وير فيري كلوز تو ايتش اذر، المنازل بتاعتهم كانت ايه قريبه من بعضها البعض. تعالى بقى نشوف الاسئله. نمبر 1 بيقول لك ايجيبشنز المصريون يوز تو بيلد زير هومز ويز بريك، لو المنازل بتاعتهم بالطوب صح، كانوا بيبنوها ايه بالبريك الطوب اللي هو جايبينه منين، عاملينه من ايه من الماط التين اللي جاي من النهر. The brick was made with cotton. كانوا بيصنعوا الطوب من القطن ولا من المط؟ كانوا بيصنعوه من الطين، يبقى دي فولس. These homes، هذه المنازل were built in different shapes، كانوا بيبنوها ايه بأشكال مختلفة صح. Their homes، منازلهم were very close to each other، كانت قريبة من بعضيها صح تمام. في نص تاني يقول listen and complete، اسمع ايه واكمل، هسمع النص بعد كده نكمل. بيقول لي ايه بقى there is lots of evidence، في المزيد من الادله that tell us about life in ancient Egypt، بتخبرنا عن الحياه في مصر القديمه. evidence الدليل is عباره عن ايه facts حقائق or signs او اشارات that shows clearly، بتوضح لنا بوضوح بتبين بوضوح that something exists، بتاكد لنا وجود الحاجه دي او ايه تاكد لنا ايه صحتها. تعالى نشوف بقى الأسئلة يا ولاد. بيقولي نمبر 1 there is lots of not evidence، طبعا في كتير من الأدلة. that tell us about life in ancient Egypt، evidence هي نفس الكلمة. evidence الدليل is عبارة عن ايه يا ولاد facts حقائق or signs أو إشارات that show something is true. طيب not are things from daily life، ايه الحاجات اللي كانت بيستعملوها من الحياة اليومية يا ولاد، اللي هي المصنوعات اليدوية اللي هي artifacts. اهي تحتنا برضو اهي artifacts tell us how people lived، ازاي الناس كانت بتعيش. يريد ان match a with b، تعالى نقرا ونوصل a ب b. number 1 evidence الدليل is facts عبارة عن حقائق، مالها that show something is true، بتوضح ان حاجة دي حقيقية. من يومين تسأل الآثار ار مالها buildings or statue، عبارة عن مبنى او ايه او تمثال. art facts المصنوعات اليدوية ار مالها يا ولاد. objects like vases and pots. paintings اللي هي الايه الرسومات ار عبارة عن ايه يا ولاد. pictures on walls رسومات على الحوائط. hieroglyphics ار الهيروغليفية مالها. a kind of writing نوع من انواع الكتابة. تعالى نعمل ترتيب. بيقول لي ايه بقى من يومنتس الاثار مالها. teach us بتعلمنا about buildings عن المباني، تعرفنا المباني صفحة 165. pharaohs الفراعنة were buried كانوا بيدفنوهم in tombs في المقابر، يبقى pharaohs were buried in tombs. hieroglyphs الكتابة الهيروغليفية ار تكون عبارة عن ايه يا ولاد symbols and pictures عبارة عن رموز وصور. paintings رسومات مالها. show بتوضح scenes of daily life الرسومات كانت بتوضح ايه مواقف او ايه مشاهد من الحياة اليومية. punctuation عندي الام اول كلام من يومنتس الاثار وير بيلت تو سيليبريت امبورتنت بيبل، طبعا النقطه هنا عشان دي جمله. اتش كابيتال اول كلام هاو كيف وود لايف ان انشنت ايجيبت، في مصر القديمه كيف كانت الحياه في مصر القديمه، هنحط ايه علامه الاستفهام.
بعد كده بيقول لي ايه، اتكلم عن لايف ان انشنت ايجيبت، الحياه في مصر القديمه، برضو مجابه عنه في نهايه الكتاب. هنشوف الجمل هناك اختصار وقت الفيديو. هتكلم عن ايه؟ بننسى الادله وبينتنجز الرسومات. يبقى انا هتكلم عن ايه؟ هقول ان كان في ادله بتوضح لنا ايه بالظبط الحياه، بوضوح الحياه في مصر القديمه، هي المقدمه بتاعه الدرس اللي فيها قيمه الادله. واروح رايحه عند فين يا اولاد؟ عند الجزء بتاع بينتنجز الرسومات، واكتبه كده وخلاص. يبقى اقول ان كان في ادله اللي هو الجزء الاولاني من الدرس. بعد كده هو جاب لي كذا حاجه وضح لي بيها شكل الحياه في مصر القديمه، وراح كاتب ايه الجمل اللي عندي، ايه رسومات فقط، اللي عندي كلمه بينتينجز. تمام كده يا اولاد، بفضل الله انتهينا من شرح الدرس الاول والثاني من الوحده العشره، وحالينا كمان تدريباتهم من كتاب المعاصر. استنونا ان شاء الله الفيديو الجاي يكون معانا الدرس الثالث والرابع من نفس الوحده، الوحده العشره. وطبعا ايه بقول لكم ان انا هنا على القناه عندنا قائمه تشغيل فيها ايه شرح جميع الدروس وحل تدريباتها من المعاصر وبالتوجيه، مش المعاصر بس. افتحوا بس قائمة التشغيل هتلاقوني من الصف الأول للصف السادس، وكمان عندنا أولى إعدادي بحل من ايه معاصر وبالتوجيه. أترككم النجاح البر والتوفيق بإذن الله. انتظرونا إن شاء الله في كل جديد. كانت معكم ميس هبة رجا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.